يعطيكم العافية، اعتذر على التأخير. بس أيام بتصير كل القصص مع بعضها بتدفعك لتتأخر، الواحد يكون مسكر عليك السيارة أو بالأخير الكمبيوتر يعلق، يعني بتصير هاي الأشياء. كيفكم؟ أنا شايف في معنا حدا جديد اليوم، مستر فايز. ما مستر فايز راح أعطيك المايك، تعرفنا بحالك. سيد فايز أنا أعطيتك تحكي. سيد فايز حتى إذا بتحب فينا نستخدم الشات إذا ما عندك مايك. أول شي الكل سامعني؟ كيف الصوت؟ مجد كيف الصوت؟ صوت كثير منيح اليوم. يلا خلينا نسلم على البقية ونبلش. كيف صوتي يا طيب؟ تمام كويس. شكرا يا نور. ديالا كيفك؟ ديالا أنا سامع. سامعني؟ وين هذيك المحاضرة ما بيلتي؟ ألو وين كنت في المحاضرة؟ كان عندي درس هي مسجلة، فيك تسمعي يا ماما. هي مسجلة، أوكي؟ أوكي. بعدني ما سمعت بس إنه نحن رح نتابع وما وصلنا امبارح. يلا، خلينا نبلش. أوكي. طبعاً نحن اللي رح ناخذه هو الـ Statement of Cash Flow. الـ Statement of Cash Flow بتتألف مثل ما استعرضنا من هذيك المحاضرة من ثلاث عناصر أو من ثلاث أنشطة. أول نشاط اللي هو الـ Operating Activities، ثاني نشاط رح يكون عندي هو الـ Investing Activities، ثالث نشاط هو الـ Financing Activities. هلا بخصوص الـ Operating Activities عم يقول involve the cash effects of the transactions that enter into the determination of net income, such as cash receipts from sales of goods and services and cash payments for purchase of goods or salaries and other expenses. هلا قبل ما بلش بالمحاضرة لازم ناخد نوت محددة. هاي النوت بتقول انه الـ statement of cash flow بدنا ندرسها من material ما دخلوا بالكتاب. الكتاب رح ندرسه، رح ناخد بالإضافة للي عم ناخده بالكتاب الماتيريال اللي عم ناخده هلا، وهو من الـ Intermediate Accounting مأخوذ بس كتير واضح. هلا الـ Operating Cash Flow من المحاضرة الماضية فينا نعتبرها إنه هي عبارة عن قائمة الدخل، قائمة الدخل المعدلة. رح نشوف شو مشكلة الكتابة اليوم. هلا نحن بنمشي بنخلص statement of cash flow بناخد بريك بتكونوا صالحوا لنا اياهم. هي انضم لنا فايز. فايز كيفك؟ انا اعطيتك مايك فايز، اذا فيك تعرفنا بحالك قبل ما نكفي. طيب فايز بس تكون جاهز يا بعت لنا مسج يا حكينا. اوكي طيب involve حكينا operating activities هي رح تشمل الانكم ستيتمنت والجزء الكارنت
من البالانس شيت. يعني مثل ما حكينا، مثل ما رسمنا الاسهم تبعون المحاضره الماضيه، وطبعا هي مسجله فيكم ترجعوا لها، بس اول محاضرات راح يكونوا مسجلين، اما باقي المحاضرات لا، مو شرط يكونوا، ما راح يتسجل فيه. فلهيك الالتزام بالحضور من المحاضره الجايه لازم يكون كثير جدي. هلا خلينا نرجع على الاوبريتنج اكتيفيتيز، تشمل قائمه الدخل والكارنت اسيتس والكارنت ليابيليتيز. هلا راح نشوف كيف يعني تشمرهم. هلا ننتقل للقسم اللي بعده اللي هو الانفستنج اكتيفيتيز involve long term assets and include making and collecting loans. يعني هي بتشمل الاصول الثابته، اذا بنذكر بالمحاضره الماضيه كنت حاطط سهم على الفيكست اسيتس، and include making and collecting loans. يعني انا بدي اعمل قرض، انا بدي اعطي قرض لحدا. لما انا بعطي قرض لحدا انا عمليا عم استثمر مصرياتي، لانه انا لما بعطي قرض لحدا الناس رح تدفع لي مقابل هيدي المبالغ اللي انا اعطيتهم اياها، المبالغ نفسها بلس الانترست اللي هي الفوائد. بعدين اعطاني acquiring and disposing of investments and productive long term assets. انا بدي اياك تحط بالك بشغله، تمام انا قلت لك investing activities، تحط لي بالك fixed assets. النقطه الثالثه financing activities involve long term liabilities and equity items and include obtaining long term debt and repaying the amount borrowed. Obtaining capital from owners and making dividends or returning their investments. هلا كل اللونز اللي انت بتاخذهم سواء long term ولا short term، هلا بتقول لي انت short term، طب ما هو current. لك اوكي، بس اللون بحد ذاته، انا لما بدي اقول لون فانا ما فيني الا اقول يعني هي financing، هي ما انا اي شيء ثاني. فخلص نحن بدنا نمشي على هيدا المبدأ. هلا اوكي خلينا سوري خلينا نرجع مع بعض على النقطة اللي بعدها. Methods of preparing statement of cash flow. هلا انا بدي اياكم تضلوا معي، بدي ارجع احمل الماتيريال تبع ال CMA. طبعاً هو عم يعمل لودينج هلا. نرجع نحن على الأمور اللي عنا. Preparing methods of preparing statement of cash flows. طبعاً هلا لما أنا رح أرجع أفتح لك كتاب CMA رح تشوف انه دائما لاعداد قائمه التدفق النقدي في طريقتين، في عندي الدايركت ميثود اللي هي الطريقه المعقده، في عندي الاندايركت ميثود. هلا الطريقه المعقده مو لانها طريقه صعبه، هي طريقه بالاخير سهله، يعني بس تحفظ خطوات فانت ممكن تعدى فيها ببساطه، وهي شبيهه بالمطلق بالاندايركت ميثود، وبتختلف معها بس بالقسم الخاص بالاوبريتنج اكتيفيتيز. هلا بس بصراحة الدايركت ميثود هي الأصعب، فلهيك أغلب الطلاب بيكونوا عم يقولوا إن شاء الله يطلبوا منا بس طريقة واحدة اللي هي الاندايركت ميثود. هلا الاندايركت ميثود الله استجاب لدعائكم كCMA، بس رح يكون مطلوب منك الاندايركت ميثود، والدايركت ميثود لا تعنينا. فنحن كCMA رح يكون هون عنا هيدا الجزء هو الأساس، والجزء الثاني لا يعنينا. I mean like the only difference between the two methods is a way of converting operating activities from accrual basis to cash basis. Okay. Statement of cash flows indirect method. هلا رح ناخذ مثال.
رح ناخذ مثال وكيف نعمل قائمه تدفق نقدي بشكل واضح. اوكي هلا انا عندي شركه اسمها شام كومباني كومباريتيف بالانس شيت ديسمبر. اول شيء في عندي كميزانيه عند الاسيت اللي هي شوف انا عندي كومباريتيف بالانس شيت. طب ليه عم بقول عندي كومباريتيف؟ طب ليش ما عندي ميزانيه لسنه واحده؟ ليه؟ لانه اول متطلب انا بيلزمني بقائمه التدفق النقدي هو ميزانيتان مقارنتان، يعني ميزانيه سنتين ورا بعض وقائمه الدخل للسنه وبعض المعلومات. هاي الاشياء اللي بحتاجها لعد قائمه التدفق النقدي. فهلا رح ناخذ مثال يبين شو الاشياء اللي بحتاجها وكيف طبقها. اول شيء انا بدي ميزانيتان مقارنتان. فانا عندي ميزانيه 2002 وميزانيه 2003. هلا عندي بطرف الاصول. اوكي انا اللي قلت لك يا مثلنا قائمه الدخل والميزانيه بناء على ثلاث انشطه. حطينا قائمه الدخل انه هي خاصه مباشره بالاوبريتنج اكتيفيتيز، حطينا قسم الكارنت بالميزانيه انه هي خاص وبشكل مباشر بالاوبريتنج اكتيفيتيز، حطيت الفيكس اسيتس انه هو خاص بالانفستنج اكتيفيتيز، حطيت قسم الايكويتي والديت انه هو خاص بالفاينانسينج اكتيفيتيز. طيب هلا رح نيجي نعلم عليهم النقط، رح نراجع الميزانيه ونرد نفرز هذا الحكي. اول شيء الكاش لا تعنينا، كل شيء يعنيني بالكاش هو الديفرنس، فما بيجري عليه اي عمليه. قائمه التدفق النقدي هي القائمه اللي رح تنطلق من ال 37000 لتوصل لل 54000. فلازم يكون صافي التدفق النقدي اخر شيء شو بيساوي؟ 17. هيدا شيء سطر بس بياكد لي اذا انا كنت عم اشتغل صح او غلط. هلا خليني انتقل للعمليات. accounts receivable المدينين. المدينين هن جزء من الاصول المتداوله، معناتها هن شو؟ operating. inventories هن جزء من الاصول المتداوله، معناتها هن رح يتبعوا للoperating activities. prepaid expenses مصاريف مدفوعه مقدما، هن جزء من الاصول المتداوله فرح يتبعوا للoperating activities. خلصنا هون. land هي اصول ثابته فرح تتبع للinvesting activities. building جزء من الاصول الثابته فرح تتبع للinvesting activities. accumulated depreciation لا تعنينا، هي عبارة عن رقم غير نقدي. equipment تعنينا، جزء من الأصول الثابتة وهي investing activities. accumulated depreciation نفس الحكي، هي اهتلاكات وهي جزء هي شيء غير نقدي. liabilities accounts payable جزء من المطالب المتداولة وهي جزء من الـ operating activities. accrued expenses payable أهلاً أنا هون راح أعطيك تسأل، تفضلي أنا أوكي أنا ما خلينا نكفي مع بعض. bonds اكيد financing activities، common stock financing activities، retained earning بال statement of cash flow ما كتير بتعنينا. اوكي هي تحمل معنا الماتيريال. هلا بخصوص خلينا نرجع لهون، بخصوص الحكي اللي كنا عم نقوله انه ما بيدخل معنا او ما بيهمنا الا بس ال الindirect method، فراح نشوفه هلا. شوف عند هاي النقطة
The CMA exam requires candidate to know how to prepare the statement of cash flow using indirect methods. Okay, هذا مشان نكون فصل الخطاب. نرجع على البورد الثاني. بدي اسألك سؤال لكل شيء كان عم يحضر. مين لقى مشكلة توزيع العناصر بالنسبة لل operating, investing و financing؟ رح خص بالذكر فايز لأنه جديد معنا، والمفروض فايز يكون سمع الفيديوهات اللي قبل ما يمشي معنا بالقصة، بس حتى لو ما سمعون فالمعلومات رح ناخذها اليوم هي جديدة يعني ما كتير مبنية على المعلومات السابقة. فايز كيف الأوضاع؟ إذا ما عندك مايك فيك تكتب مسج بس نشوف إذا في شي تساؤل أو شي. لما عم بشرح انت عم تكون معي يعني الامور ماشية معك ولا في شيء؟ طيب فايز بليز بس عرفني بحالك، شو بتشتغل، شو دارس؟ اهلا وسهلا فايز، معناتها انا عندي مجموعه من الطلاب المحاسبين بامتياز. خلينا ننتقل لل statement of income statement. هلا ك income statement انا عندي ال revenue يعني هي الإيرادات، مطروح منها الـ cost of goods sold اللي هي 465,000، مطروح منها الـ operating expenses، الـ interest expenses، loss on sale of equipment، فبيطلع معي income from operations، بعدين بينخصم منها ضريبة بوصل للـ net income 125. هلا أنا عندي مجموعة من المعلومات رح نستعرضهم واحدة واحدة أنا وعم بشتغل. هلا خطوات اعداد قائمه تدفق النقد. ستيب 1 determine the net increase or decrease in cash from the balance sheet. Net increase in cash is 17,000. Step 2 determine net cash provided or used by operating activities. The indirect method adjusts net income for items that affected reported net income but didn't affect cash. Step 1 حدد الزيادة والنقص بالكاش، يعني هي رصيد الكاش للسنة ناقص رصيد الكاش للسنة الماضية. هلا عم يقول لك from the balance sheet net increase in cash is 17. تذكروا خلينا نرجع على القائمة. Okay. The indirect method adjusts net income for items that affected reported net income but didn't affect cash. يعني أنا بدي أخذ صافي الربح، عدله وشيل منه كل الخصائص غير النقدية، شيل منه كل الخصائص، كل العمليات اللي بتأثر عليه. طيب شو العمليات اللي بتأثر عليها؟ بدنا نحكي منطق، بدنا نفهم مع بعض. هلا قائمة الدخل شو هي؟ هي عبارة عن كل الإيرادات ناقص كل المصاريف. طيب أنا بستخدم الأكروال بيزس، فالإيرادات فيها إيرادات مقبوضة وإيرادات غير مقبوضة. طيب وشو بستخدم هسا؟ الأكروال بيزس للإكسبنسز، فأنا عندي مصاريف مدفوعة ومصاريف غير مدفوعة. صافي الربح هو نتيجة التفاضل بين كل الإيرادات ناقص كل المصاريف. أنا شو بدي؟ كل الإيرادات المقبوضة ناقص كل المصاريف المدفوعة.
الإيرادات غير المقبوضة لازم أطرحها، والمصاريف غير المدفوعة لازم ضيفها. مين فهم هذا الحكي؟ الإيرادات غير المقبوضة لازم أطرحها، والإيرادات غير والمصاريف غير المدفوعة لازم ضيفها. شوي شوي بنمشي مع بعض. The adjustment is made by adding or deducting items. خلينا نشوف شو السايكل القديم اللي أنا كنت أشتغل فيها. Earned revenue اللي هي إيرادات مكتسبة سواء مقبوضة أو غير مقبوضة. شيل منها الـ incurred expenses، شو بتوصل؟ للـ net income based on accrual basis. طيب بس أنا شو عندي كمان؟ عندي لازم حسب قانون التدفق النقدي أعمل elimination or eliminate non-cash revenues. كيف بعمل eliminate لل non-cash revenues؟ بطرحها. كيف تحت بعمل eliminate لل non-cash expenses؟ ضيفها. طب شو هذا الحكي؟ خلينا نشوف. Those additions and deductions consist of changes in specific current assets and current liabilities. رجع لنفس التعريف اللي كنا عم نحكيه. The current assets والcurrent liabilities هن الأساس اللي أنا عم بشتغل عليه بالoperating activities. Non-cash charges reported in income statement following is a summary of the above mentioned adjustment. خلينا نشوف شو الحديث. طبعا هون عطى الرول، أنا ما بدي هلا أعطيك الرول، فكر عليه. بدي أفتح لوحة جديد. وراح اجرب افتح مايك لكل، ما بعرف اذا راح تزبط معي. راح احكي مع كل واحد فيكم واتناقش معه. يلا وهي راح افتح لمجد ولا رنا، ان شاء الله ما يطلع عندي ضجه كثير. اوكي كلكم معي؟ ايوه تمام سمعتك دكتور. سامعني؟ ورانا تمام. بدي اسالكم سؤال. نحن اتفقنا بالنقطة الأساسية إنه أنا بدي أحول صافي الربح من صافي ربح على أساس الاستحقاق لصافي ربح على أساس نقدي، واتفقنا لأنا أقدر اعمل هاي الخطوه ضمن الاوبريتنج اكتيفيتيز لازم اطرح كل الايرادات المعترف فيها وغير مقبوضه وضيف كل المصاريف المعترف فيها وغير مدفوعه. الكل موافق معي على هذا الحكي؟ تمام تمام. طيب مجد موافق؟ انا ما سمعت الكلام بحذافيره اذا انا متابع مضبوط ولا، بس الفكره هي انا لازم اطرح الشيء اللي ما انا مستحق الموضوع. لا لازم اطرح الايرادات اوضيف ال انا لما بدي احول صافي الربح من اساس الاستحقاق او اساس النقدي فانا لازم اطرح اي ايرادات معترف فيها وما انا مقبوضه، اضيف اي مصاريف مدفوعه اي مصاريف اضيف المصاريف غير مدفوعه. موافق معي؟ يارا اموري تمام؟ طيب تمام. هلا انا عم بكتب شيء قدامكم. تمام عم اسمع. افترض بس هو السؤال اللي المبيعات غير المقبوضه شو بينشا عنا؟ بينشا عنا عاده زبائن صح؟ ريسيفبل. طيب تمام. إذا أنا بس بيكون عندي مبيعات غير مقبوضة شو المفروض ينشأ عنا؟ زيادة أو نقص برصيد الريسيفابل؟ زيادة برصيد الريسيفابل.
تتابع معي انت تمام؟ بس الكاش فلو بتطرحه معي رنا؟ ايه تمام. المبيعات غير المقبوضة رح ينشأ عنا زيادة برصيد الريسيفبل ما؟ فالزيادة لازم زيادة ايه مضبوط. فايز انت معي بالصورة؟ فيك حلوة يا ابو الفوز، شكرا يا فايز. كاش كاش تاني شيء المشتريات، قبل ما اوصل على المشتريات راح اعمم الاساس اللي اتفقنا عليه. الزبائن هن جزء من اي جزء من الميزانيه؟ مو هن جزء من الموجودات المتداوله؟ طيب زيادة بالزبائن بطرحها صح؟ زيادة بكل الموجودات المتداولة بطرحها. طيب احنا رح ناخذ مشاركة بالاوديو من فايز، تفضل فايز. فايز فايز انت طلبت تحكي وانا اعطيتك اوكي. طيب اوكي خلينا نرجع على البورد اللي كنا عم نحكي فيه. هلا المشتريات اتفقنا انه انا بدي اضيف اي مصاريف غير مدفوعه. طيب المشتريات الغير مدفوعة شو بينشأ عنا؟ بينشأ عنا رصيد دائنون صح؟ طيب فمعناتها الزيادة برصيد الدائنون شو لازم اعمل فيها؟ ضيفها. الدائنون هن جزء من المطالب المتداولة، فكل الزيادة بالمطالب المتداولة شو لازم اعمل فيها؟ ضيفها. طيب الناقص بالمطالب المتداولة زيادة، زيادة بالمطالب المتداولة ضيفة، الناقص بالمطالب المتداولة بطرح عكسها، هذيك الزيادة بالموجودات المتداولة بطرحها. طب الناقص ضيفة تمام. ليش؟ لما الزباين نقصوا شو معناتها؟ معناتها انهم سددوا لك صح؟ طبعا اخذت كاش. هيدا الحكي كله رح ارجع رخصه بما يلي. رح الغي الصوت اللي عند الكل. هلا هذا الحكي رح نلخصه بما يلي. account receivable إذا نقصت وإذا زادت. إذا نقصت شو بعمل فيها؟ ضيفة. إذا زادت بطرحها. ملخص الحكي، الانفنتوري هي جزء من الموجودات المتداولة فهي نفس التعامل، إذا نقصت بضيفها. طيب وإذا زادت راح. طيب prepaid expenses نفس الانفنتوري، إذا نقصت بضيفها، إذا زادت بطرحها. accounts payable عكسها، إذا زادت ضيفها. طب وإذا نقصت بطرحها. إذا فهمت هاي أنت كل قائمة التدفق النقدي صارت بنديتك. بدي اياكم الكل تقروها بشكل واضح وتقلي على اي سؤال اذا عندك.
هلا طبعا اللي عنده سؤال لازم يطلب المايك مشان يحكي. طبعا شيء تاني، نحن لازم الكل يكونوا فريند على الفيسبوك، ولازم نضيفكم على جروب السي ام اي مشان اقدر انزلكم محاضرة اليوم اللي هي برا الكلايم، مشان اقدر انزلها على الجروب. هذا بشكل اساسي. فاخر المحاضرة كل واحد يكتب لي اسمه كيف كاتبه على الفيسبوك مشان اقدر اضيفه. اوكي طبعا اللي ما عنده حساب فيسبوك يعمل واحد بس للسامي، ما بدي اكثر. هلا الكل يراجع هاي القصة ويقول لي اي سؤال، اذا حدا عنده شي سؤال عليها. في شي سؤال بس بدي كبسة زر، كبسة هيك مثل هاي، بدي كبسة مثل هاي. رنا جو تمام. طب الكل يكتب لي مسجات. شو فايز؟ ضل انت، يا عندك سؤال لعد لك اياها يا لا قول لي. اوكي حبيبي فايز، يلا اوكي. هلا رح نشوف بعض المعالجات. عم يقول لك انا لما بدي بلش، ما اتفقنا انه انا بدي احول صافي الربح من اساس الاستحقاق للاساس النقدي، فلازم ضيف اي عمليات ما انا نقديه. فشو قال لك بتضيف؟ depreciation expenses, patent amortization, depletion expenses. depreciation expenses اللي هو مصروف الاحتلال لازم نضيفه لصافي الربح. ليه؟ لانه هو شيء مطروح من صافي الربح بس هو مانه مدفوع. طب patent amortization يعني استنفاذ شهرة المحل، طبعا هو كمان هو اهتلاك عمليا او استنفاذ لاصل غير ملموس. depletion هو مثل الامورتايزيشن، هو اي شيء قابل للاستهلاك. شوف حط لك شغله مهمه تحت، قال لك loss on sale of assets. اوكي خساره بيع اصل ثابت، فشو لازم اعمل له؟ لازم نضيفه. طبعا احنا اكيد رح نرجع على البورد القديم. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان خلينا نرجع البوط، خلينا هاي نحذفها. إذا كانت خسارة بيع أصل ثابت يجب إضافتها. طبعا رح اشرح لك ليه. فما هي المعاملة في حالة ربح بيع أصل ثابت؟ هلا سؤال، ليش أنا في حالة بيع أصل ثابت بخسارة لازم اطرح؟ لانه الاصل الثابت يحدد نتيجة. طبعا انتم المفروض يكون بين دياتنا دفتر نكتب عليه نوت، اي عملية بيع لاصل ثابت من خلال المقارنة بين التكلفة الدفترية والسعر المحصل نتيجة البيع. يعني مثال
هلا عندي اصل ثابت تكلفته التاريخية مليون، مجمع الاحتلال ميتين ألف. شو بيكون معي التكلفة الدفترية؟ طبعا الكل بيعرف انه التكلفة الدفترية هي التكلفة التاريخية ناقص مجمع الاحتلال، فتكون التكلفة الدفترية هي 800 ألف. جريت. اوكي. طيب لنفترض انه انت لما بعتها اجاك فيها مليون. سعر البيع. انا شو مباشرة بقارن؟ بقارن الايراد اللي اجاني بالتكلفة الدفترية. هلا انا بهاي الحالة شو عندي؟ عندي ربح 2 مليون. طيب هاي الحالة الأولى. طب السؤال بدي اسالك اياه، خلينا نترك العين ناخذ مثال تاني. لو كان التكلفة الدفترية 800 ألف وسعر البيع 600 ألف، شو النتيجة؟ خسارة ب 200 ألف. خليني أعالج الحالة الأولى وانتقل للحالة الثانية، خلينا نسميها هي حالة 1. كيس 1. طيب بدي هلا رح أعطيك مايك. يلا ليش في ربح 200 ألف؟ أنا التكلفة عندي 800 ألف، جاني فيها 600 ألف، كيف بيكون ربحان؟ تمام تمام. لا 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 أول 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 وحدة إنه هي التكلفة الدفترية 800 ألف وبعنا مليون. كيف ربح 2 مليون؟ أوكي. هذا خطأ بس. أوكي. تمام هيك؟ تمام. خلينا نكفي مع بعض. هلا بهي الحالة أنا شو عم ركز؟ أنا خسران 200 ألف، فشو عملت بصافي الربح؟ شو عملت بقائمة الدخل؟ طرحت منها 200 ألف. طب هدول 200 ألف أنا بهي الحالة دافعهم؟ لا. طب بما اني ما دافعهم ليه طرحتهم؟ لهيك لازم ضيفهم. فالمفروض بهاي الكيس انا ما يكون عندي مشاكل، ما يكون عندي مشكله بتبرير ليش لازم ضيف خساره بيع الاصل السابق. طيب بربح بيع الاصل السابق شو لازم اعمل؟ الربح مباشره انا شو لازم اعمل؟ لازم اطرحه. طب بتيجي بتقول لي انت الربح ليه بدي اطرحه؟ ما انا الربح بكون قابضه. بقول لك ايه بس انا بالاوبريتنج اكتيفيتيز بدي بس صافي الربح الناشئ عن العمليات التشغيليه، بيع وشراء الاصول الثابته هو جزء راس مالي، هو انفستنج، هو مانو اوبريتنج. فانا اي شيء بخص الانفستنج لازم الغي اثره. فمثل ما بضيف الخساره بطرح الربح. خلينا بقى نرجع على المثال.
إذا طبعا مباشرة في حدا عنده سؤال مباشرة خلينا نشوفه، خلينا نجي على المثال. طيب ماشي تفضل. معك المايك ماشي. اوكي انا الشغل بدي اقول على فكره الخساره او الربح بالاربع الاصول الثابته، هي بالمبدا لازم تكون نازله ضمن الانكم ستيتمنت، ضمن الاكسترا دونري بروفيت اور اكسترا دونري لوس. مشان هيك نحن انت اللي عم تحكي انه لازم نشيلها من النت انكم كربح ونطرحها من الانكم لحتى نحصل الاوبريتنج الكاش فلو فروم اكتيفيتيز. مظبوط اني لازم اضبط مشان ما يكون في دوبليكيشن، لانه هي اوريدي كالكوليتد بالنت بروفيت. تمام صح، بس انا الفكره المسريدين ولازم تنذكر هي ليتر اون بالانفستنج بالانفستنج اكتيفيتيز. يعني هي اصل ثابت فهي انفستنج، بس الفكره اللي ممكن تعمل مسريدنج عندي وانا لازم اركز عليها انه انا جمعت خسارة بيع الأصل الثابت، لأن أنا ماني دافع، وطرحت ربح بيع الأصل أوكي. الثابت رغم إنه ممكن يكون قابضه، بس أنا بالحالتين طرحتهم وجمعتهم. لا أنا بدي ألغي أثر أي عمليات رأس مالية، أنا بدي أوصل لصافي الربح التشغيلي على أساس نقد. أوكي؟ أوكي يلا خلينا هلا أوكي. هلا انا عندي اول شيء صافي الربح كان من القائمة 125,000. خلينا انا افتح قائمة جديدة لتسهل لي الشغل. هلا انا فتحت بورد ثالثة بتسهل لي الامور، رح احاول كبر الشاشة قدر الامكان. طيب هلا هون انا شو عندي؟ عندي قائمة التدفق النقدي، رح امشي فيهم خطوة خطوة. صافي الربح من وين اجا؟ صافي الربح اجا من الانكم ستيتمنت. طب وين كانت الانكم ستيتمنت؟ هون. صافي الربح فيها مثل ما انتم شايفين هو 125,000. اوكي انا هون مباشرة اخذت 125,000 حطيتها هون. طيب شوفي عنا قصة، قلنا صافي الربح بدي اجمع له اي عمليات غير نقدية. depreciation expenses 33,000 من وين اجت؟ اجت من هون additional information. Operating expenses include depreciation expenses of 33,000. Okay. فأنا هاي مباشرة شو لازم أعمل؟ لازم ضيفها. Increase in accounts receivable. طيب. من وين إجت؟ خلينا نرجع.
accounts receivable كانت بال 2002 26000، شو صارت بال 2003؟ معناها 60000. قد ايه الفرق بيناتهم؟ 42000. خلينا نيجي لهون، قد ايه الفرق؟ 42000. الزيادة بالموجودات المتداولة شو بنعمل فيها؟ تطرح، تطرح. inventory كان صفر بال 2002، شو صار؟ 54000 بال 2003. معناتها شو؟ زاد. فالزيادة شو بصير فيها؟ تطرح. الناقص شو بنعمل فيه؟ يضاف. طيب the prepaid expenses كان 6000، شو صار فيه؟ ناقص، صار 2000. الناقص شو قلنا؟ يضاف، فلازم تضاف 2000 نضيفها. اوكي خلينا نجي وين وصلنا؟ لاند، لاند بابا دخلنا، نترك الاسيتس وننزل على الليابيليتيز. هون شو قلنا؟ الناقص يطرح وزيادة تضاف. accounts payable 40000 23000، شو صار عندي؟ ناقص. نقصت ال accounts payable شو معناتها؟ معناتها انا سددتهم، فمعناتها الناقص يطرح. نيجي 17000 طرح. اي ارقام بتشوفوها بين قوسين فهي معناتها سلبي. اوكي طيب accrued expense payable صفر 10000، معناتها انا في مصاريف طرحتها من قائمة الدخل، اعترفت فيها كمصروف بس ما دفعتها، لهيك سجلتها مصاريف مستحقة. فهي مصاريف انا طارحها وماني دافعها فلازم نضيفها. اوكي ف 10000 لازم شو يكون صاير فيها؟ لازم تنضاف 10000 وضيفها. شو عندي قصة ضمن المعلومات؟ يحكي لنا قال في عندي loss on sale of equipment، هي هو ذاكر لي اياها صراحة قائمة الدخل ذاكر لنا هون. فأنا قلنا خسارة بيع الأصل الثابت شو لازم أعملها؟ ضيفها. بهيدا الحكي بكل بساطة باخذ الجمع الجبري مع مراعاة الإشارات، طبعا هو هيك معناته الجمع الجبري، باخذ الجمع الجبري فبيطلع معي 66000. هلا 125000 ناقص 66000 شو بيطلع معي؟ net cash provided by operating activities 59. مين عنده سؤال عن اللي حكينا؟ طبعا انا شرحت لك المثال الخارجي مشان انت تحل مثال الكتاب. مثال الكتاب اسهل بكتير من اللي حكيته. حدا عنده سؤال؟ الـ investing activities مثل الكارنت اسيتس، اي زيادة بالاصول الثابتة معناتها انا اشتريت اصول معناتها لازم اطرحها، واي ناقص بالاصول الثابتة معناتها انا بعت اصول معناتها لازم ضيفها. واضح؟ خلينا نشوف ونطبق. هلا نيجي لهم لاند. اللاند كانت قيمتها 70000 صارت 45000، معناتها قد ايه نقصت؟ 25000. نشوف في شي معلومات. عم يقول لي بالمعلومة رقم 2 land was sold at its book value for cash. اوكي انا قديش مبين عندي الناقص 25، معناتها لازم يكون في عندي اضافة ب 25. الوصول لما بتنقص معناتها بعتها فبضيفها ككاش. نرجع
building 200 ب 200 فما عندي مشاكل. accumulated depreciation لا تعنيني، بوصل على equipment. equipment كان عندي اياها 68000 زادت صارت 193000، فعندي فرق 125000 لازم تنطرح. بس لما قريت المعلومات بلاقي بالمعلومة رقم 5 equipment with cost of 166,000 was purchased for cash. معناتها مبدئيا مباشرة 166,000 انا شو لازم اعمل؟ لازم اطرحها، وهو ما تم. خلينا نتابع. equipment with cost of 41 and book value of 36 was sold for 34 cash. طيب انا هاي قديش بعتها؟ ب 34. قديه قبضت؟ 34. مباشرة روح حط لي اللي قبضته بربح او بخسارة، المبلغ اللي بتقبضه مباشرة بتحطه ببيع الاصول السابقة. فبيصير صافي الربح، صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 25 34، 25 زائد 34 ناقص 166 بيطلع ناقص 107. آخر جزء من الأجزاء عندي bonds payable عند البونز كانت 150 صارت 110، معناتها انا مسدد سندات علي. قدام ناقص 40، بشكل مبدئي لازم اطرح 40، بس قبل ما اروح اخذ قراري لازم اشوف شو بدي شو عندي بالبونز. شو عامل لي؟ بونز اوف 10000 وير ريديمد، ريديمد يعني سددت. at their book value for cash. bonds with 30,000 were converted into common stock. يعني اجوا الناس اللي لهم ديون على الشركة بدلوا ديونهم بأسهم، فتحولوا من موقع الدائن لموقع المالك. أنا شو بهمني؟ صحيح نقصت ديوني ب 40، بس أنا شو سددت منهم؟ 10,000، فأنا لازم أطرح 10,000. نيجي بلاقي redemption of bond 10. خلينا ننتقل. common stock كانوا 60,000 صاروا 220,000. نشوف في معلومات لانه ما بقى فيني استخدمون للفرق بالcommon stock، لاني انا اصدرت common stock مقابل سندات، يعني ما كله كاش. عمل لي common stock of $1 par of 130,000 were issued for cash. معناتها انا نتيجة الزيادة بالاسهم العادية تولد عنا كاش مقبوض ب 130,000، فلازم ضيفها كما نكون شايفين هون تمت اضافتها. طيب اخر نقطة عم يقول لي بالنقطة رقم 3 cash dividends of 55,000 were declared and paid cash. معناتها أنا دفعت توزيعات أرباح 55,000. هلا في حدا فيكم رح يقول لي في نقطة ما حكينا إياها هي رقم 4 اللي هي بتقول interest expenses of 12,000 was paid in cash. آه والله ليش الانترست أنا ما بطرحها من قائمة الدخل؟ هي بطرحها. طب مطروحه مطروحه ليك ال 12. فكل شيء بكتفي فيه اني اقول له شكرا على المعلومه، انا اوريدي طارحها فما بطرحها ثاني مره. هلا نتيجه هذا الحكي بصير عندي
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية زائد 65، حلو. الأنشطة الاستثمارية ناقص 107، الأنشطة التشغيلية زائد 59، فبيطلع فرق التغير 17 اللي هو قلت لك لازم يطلع معك، اللي هو بيأكد إنه شغلك صح. هذا هو الرقم اللي قلت لك لازم يطلع 17. هلا أنا بدي نبهك على نقطة، الشركة هي مثل الجسم، هي شيء جسم في عيش بلا مي بده ياخذ مي، او في عيش بلا سكر بده ياخذ سكر، ان شاء الله بده يحلل عضلات، ان شاء الله بده يعمل اي شيء، جسم بده ياخذ حاجته من السكر لانه هو غذاء ادمان. الشركه بدها تاخذ مصاري اجباري، فانت اذا الشركه من انشطتها التشغيليه مجبر، فهذا الكاش لازم يروح شي محل. يا شوف انا نشاطي التشغيلي 159 ألف، بس نشاطي الاستثماري شو على اني عم بتوسع بشراء الاصول دافع 107. هذا الناس من وين عوضته؟ عوضته من النشاط التمويلي، اني اخذت ديون واصدرت سندات، والفرق راح نحط بالصندوق. هيدا هو المقصود قانون التدفق النقدي. عنا عليها مثال تاني غير اللي شفتوه موجود بالكتاب، بتمنى الكل يقراه ويدرسه. نحن من الكتاب صفينا صفحة، طبعا المثال اللي قلت لك اياه بالكتاب هو مثال ابسط، و يعني ما المفروض تلاقي اي يعني. رح ارجع لكم واسالكم اذا في شيء. ديالا كيف الوضع؟ مفهوم؟ نعم دكتور مفهوم. يا سيد جلال وينك يا زلمه؟ وينك من زمان؟ جلال شكله ماما ومايك. مجد كيف الأوضاع؟ كله منيح. أكيد. رنا اللي شرحته اليوم في شيء عليه سؤال لعيد؟ مفهوم. طب جلال في مشكلة إنه المحاضرة الجاي، المحاضرة هي آخر محاضرة مسجلة تقريبا، وكل الأشخاص اللي راح يعني أي محاضرة بتغيبها فرح تروح عليك، فأنا ما بدي أشيره عليك جلال. فبليز لا بعد غيب حبيبي جنى. انا بدي استأذن منكم بس ثواني اجيب كاس ماي.
هيدر. شو قصدك جلال؟ حاضر حبيبي. لا لا العفو، بس انا منشان انت ما يروح عليك. يلا خلينا نتابع مع بعض بالجزء الباقي من اليونت 1. طبعا اليوم انا بحب اقول لكم انه انتم راح تكونوا خلصتوا اليونت 1 ونهيتوها بشكل نهائي، وراح تكونوا بلشتوا بالمحاضرة الجاية مبلش يونت 2. اوكي، ريفينيو ريكوجنيشن برينسيبل. اوكي، اذا الكل بده يعمل ريفرش الكل يعمل ريفرش، مشان مجد بده يعمل ريفرش، اي حدا عنده مشكله بالصوت او شيء نعمل رفرش. يعمل ريفرش الكل. اوكي انا رح تابع. According to the revenue recognition principle, revenues and gains should be recognized, were realized, realizable, and earned. لما الإيرادات realized يعني إيرادات متحققة، realizable قابلة للتحقق، earned اكتسبت. شو الفروقات بيناتهم؟ هلا رح نشوفهم. Revenues and gains are realized when goods or services have been exchanged for cash or claims to cash. يعني لما هن بيكونوا قابلين للتحول إلى نقد أو معادل النقد. Claims to cash يعني كأنك عم تحكي شيكات أو ما شابه. Revenues and gains are realizable when goods or services have been exchanged for assets that are readily convertible into cash or claims to cash. يعني لما انت عندك بضاعة بدلتها بذهب، فالذهب هو سلعة حاضرة التحول لنقد فيعتبر realizable. يعني إذا انت عندك سلعة بدلتها بلير الذهب، لير الذهب بكرة بتبيعه السوق، فما عندك مشكلة. Revenues and gains are realized when goods or services have been exchanged for cash، حكينا اياها. رقم اثنين، Revenues are earned when the earning process has been substantially completed. عم يقول لك الإيرادات تعتبر اكتسبت لما عملية اكتساب الإيراد بشكل مهم تم اكتمالها. يعني غالبا هذا الحكي إشارة لعقود المقاولات اللي بيتم صرف الإيرادات فيها بناء على نسب الإنجاز. فلما أنت بتأنجز مرحلة معينة الصرف بناء عليها. Thus, revenue on sales can be recognized in the statement of income even if the cash from sales is not received yet. لهيك الإيرادات من البيع ممكن أعتبرها بعترف فيها بقائمة الدخل حتى لو إنه الكاش من هاي الإيرادات ما وصل. طبعاً هون عم يقول لك IFRS differences. طبعاً قلت لك الكتاب انه هو بيعمل بس هايلايت للفروقات المهمة بين الجاب والـ IFRS معايير المحاسبة الدولية، بس طبعاً هي الفروقات هي minor، هي ما كثير مهمة يعني بالنسبة لنا. اوكي عم يقول لك 5 conditions are met. انا بهي النقطة The entity has transferred the significant risk and rewards of ownership. لما أنا عم بيع قطعة فبدي أعترف بالمبيع، فأنا نقلت مخاطر ومزايا حيازة القطعة للغير. The entity has neither continuing managerial involvement to an extent associated with the ownership. يعني عم يقول لك إنه أنت أساتك عم تتحكم بملكيتها. The revenue measured at the fair value of the consideration received can be reliably measured. انه الايراد انا فيني اقيسه. طبعا هذا حكي
برا سكوب مكتوبينه installment method، طريقة الأقساط. هلا رح أعمل conversation مع ديارة. ديارة أنت معي؟ معك معك. يلا حضرتك قلتي لي انك بركت عودي ولا انا ذاكرت شوي زهايمر؟ تمام تمام. طب يلا عندي بكره في برانش مانجر ولا مراتي على ستاند باي ولا لا؟ أكيد بلشت أول شيء بخدمة الزبائن، بعدين اشتغلت تريد فاينانس، واشتغلت قروض، بعدين تريد فاينانس، بعدين أسيستنت ببيمو، بعدين انتقلت برانش مانجر على عودي. المفروض تعرفيه لما شفت معناتها. ايه بعرفه بالاسم، ايه بس ما بعرفه شخصيا. طيب ديالا هو بالإدارة، أنا فروع. هو بالإدارة بس إنه فرع طرطوس اسمه هيك بعرف. ايه بسمع فيه. ايه حاصل. بسمع فيه. أنا الفكرة اللي عم بسألك عليها من ورا السؤال هو إنه اليوم السيارات تذكري ايام حصر السندات او السيارات لما كنا نشتري محتاج السيارات كان يكتب طبعا اكيد لما يبيع سياره يحط لنا مبيعات سيارات وكانت كل المبيعات هي بالدين فكان يروح بلحظه البيع يعترف بالمبيعات بس هو بايع السياره ومقسطها يا 36 شهر يا 48 شهر فهو مباشر اعترف بالإيراد بلحظة البيع بالرغم من انه القصة كثير بدها فترة طويلة ليتأكد إذا حصل مبالغ ولا لا. اوكي؟ طيب معي أنت؟ يعني أنا بعت سيارة اليوم بدي أربع سنين لحصلها. أنا سامع كثير منيح. أنا بعت سيارة اليوم بدي أربع سنين لحصلها، طب كيف؟ إذا حصلتها طب بركي ما حصلتها. لهيك في طريقة اسمها installment method. ممكن installment method بتجاوبك إذا حصلتها شو بصير وإذا ما حصلتها شو بصير. خلينا نشوف على هاي الطريقة نتعرف عليها مع بعض. The investment method, the installment method is only acceptable when receivables are collectible over an extended period. يعني فترة طويلة. يعني هاي الطريقة بس مقبولة لما الرصيد الزبائن راح يتحصل على فترة طويلة من الزمان. And no reasonable basis exists for estimating the degree of collectability. وما عندي اساس موضوعي لحتى اقدر في درجه او امكانيه التحصيل. Installment methods recognize as partial profit، يعني انا بدي اعترف بالربح بشكل جزئي. On sales as each installment is collected، يعني انا على كل قسط راح احصله راح اعترف بجزء من الارباح يكون مرافق له. This approach differs from ordinary procedure. هيدا المدخل بيختلف عن الأساس أو الإجراء المعتاد. That is recognition of revenue when transaction is completed. يعني أنا بعترف بالإيراد لما العملية بتكون تمت. Thus, when collection problems, bad debts can be reasonably estimated. لما أنا بيكون عندي مشاكل بالتحصيل أو نسميها أو بيكون عندي ديون معدومة. The full profit is usually recognized in the period of sale. لما انا فيني اقدر قديه حجم الديون اللي ممكن ما احصلها فانا مباشره بعترف بالايرادات بلحظه البيع. اما لما ما فيني اقدر قديه شو ممكن يتحصل وشو ممكن لا ولما امكانيه عدم التقدير بتزيد
نتيجة كل ما زادت فترة الدين، كل ما زادت فترة الدين لازم تزيد مخاطر الدين، هذا المنطق. فأنا بتقل مع فترة الدين الطويلة إمكانية تقديري لقديش ممكن أحصل. حاصل الطريقة هي راح تكون على الشكل التالي: The amount recognized each period under the installment method is realized is a realized gross profit. شو يعني؟ شوف هون مباشرة انزل معي. Gross profit percentage شو بتساوي؟ Gross profit on installment sales على ال installment sales. شو يعني هذا الحكي؟ خلينا نشوف هذا المثال. A TV costing 600 is the only item sold on installment basis. أنا عندي تلفزيون تكلفته 600، هو العنصر الوحيد اللي انباع على أساس الاستحقاق، على أساس الأقساط. The TV was sold for a price of 1000. انباع بألف. شيء مكلفني 600 بعته بألف، شو معناتها ربحان؟ 400. Thus gross profit percentage شو بتساوي؟ 1000 ناقص 600 تقسيم 1000، يعني 400 تقسيم 1000 يعني 40%. A down payment of 100 was received، بس اعطوني دفعه 100. هلا انا خليني من هيدا الحكي اللي هون، قبل ما يعطوني دفعه 100، من هيدا الحكي اللي هون وصل لشو؟ للجروس بروفيت برسنتج. انا شو بعمل؟ الربح تقسيم قيمة البيع. الربح هو 400 تقسيم شو؟ قيمة البيع، مو تقسيم التكلفة. هذه لازم ندير بالنا عليها. قال لك انه اعطوني دفعة أولى داون بيمنت، كان عادة قصص السيارات كانوا يعطونا بين 30 ل 40% من السيارة. And the reminder والباقي is due in 9 months monthly payment of 100 each. وباقي الرصيد رح يدفعوا لي اياه على 9 شهور كل شهر 100 دولار. عم يعطيني ملاحظة: Because all payments are due within 1 year، لأنه كل المبالغ تستحق خلال سنة ما رح يحسبوا عليها فوائد. هلا القيد رح يكون على الشكل التالي: أول شيء أنا لما بعت قديه قبضت؟ 100. ال 100 شو هي؟ كاش، فما عندي مشكلة. ثاني شيء أنا لما بعت رح أكتب قيدان مثل أيام الجرد المستمر. أيام الجرد المستمر كنت أكتب على قيد البيع قيدان: قيد بالتكلفة وقيد بسعر البيع، وعلى قيد الشراء بكتب قيد واحد. هلا خلينا نشوف قيد البيع. أول شيء أنا قبضت 100 كاش. طيب هسا شو إلي ديون على الناس؟ قال والله إلي 900 installment sales، هذا ما حدا عنده مشكلة فيها. وأنا لما بعت قد إيه بعت؟ بعت installment sales. أنا بعت بألف حصلت 100 وضل علي قد إيه على الناس؟ 900. اللي علمت خط عليهم هذا أول قيد. شوف مجموعهم: ألف بالمدين، ألف بالدائم. طيب بالجد المستمر كنا نكتب قيدان: قيد بسعر البيع وقيد بسعر التكلفة. القيد الأول اللي هلأ علمت لك عليه هو بسعر البيع. شو القيد بسعر التكلفة؟ كنا نكتب قيد من حساب تكلفة البضاعة المباعة إلى حساب المخزون، أو DR cost of goods sold CR inventory. أنا التكلفة قد إيه عندي؟ عندي إياها 600. فكتبت قيد DR cost of installment sales CR inventory. اللي عمله هون انه دمج القيدين مع بعض. مين عنده سؤال؟ اذا في سؤال مش هنجاوب، لانه هاي الاشياء يعني ما بدنا كثير نضيع وقت فيها بالبيت، فانا بدي اياك تسالني اذا في اي شيء ما هو واضح. No questions.
هلا هو بأي شهر تم البيعة؟ تمت بشهر نوفمبر. إذا بترجع على المثال بتلاقيه بشهر نوفمبر. طيب هو قال لك إنه الأقساط البقية رح يستحقوا على 9 أقساط شهر ديسمبر، يعني بآخر شهر بالسنة، بس شو بعد بشهر يعني. إجوا دفعوا لك قسط، مين؟ شو بتكتب قيد؟ دي آر كاش، سي آر بدي خفض رصيد الزبائن بالقيمة المدفوعة، سي آر انستولمنت ريسيفبلز. لهون المفروض ما يكون حدا عنده مشكلة. هلا الحفظ هو هون بآخر السنة ديسمبر. Installment sales and cost of installment sales are closed. هذا للحفظ. And deferred gross profit is recognized. بأي لحظة بتبيع بالسنة بتكتب القيود اللي فرجناك اياها هون. وبآخر السنة إجباري بدك تعمل هيدا القيود جديد. Deferred gross profit رح اعترف هلا ارباح مؤجله is recognized. طيب عم يقول لك deferred gross profit must be adjusted to report the portion that has been earned. عم يقول لك الايرادات المؤجله لازم اعدلها لاعترف بالجزء اللي مقبوض. لهلا شو صار مقبوض؟ 200 100%. طيب قديه نسبة الرباح؟ طلعت معي 40%. معناتها قديه انا الارباح اللي لازم اعترف فيها لهلا؟ 80. 200 ضرب 40%. هلا رح نمشي على الخطوات اللي معلم لك عليها خط بالبرداني. Installment sales and cost of installment sales are closed. Installment sales شو كانت؟ دين بعملة مدين. Cost of installment sales كانت مدين بعملة دين. شو بضل الفرق بيناتهم؟ Deferred gross profit 400. هلا Deferred gross profit هي رصيد دين. لما بدي خفضها بدي خفضها بجزء من الايرادات اللي ما بقى ديفرد اللي صارت بروفيت. فبرو بكتب قيد دي ار ديفرد جروس بروفيت، سي ار ريلايزد جروس بروفيت. طب هيدا ريلايزد جروس بروفيت وين بتروح؟ بتروح على الانكم ستيتمنت. المفروض الحكي يكون واضح. نت انكم شود انكلودد اونلي ذا $8 ريلايزد جروس بروفيت فور ذا بيريد. The balance sheet report a receivable of 800 minus a deferred gross profit of 320. Thus, net receivable is 480. هدول السطرين مهمين نفهم ما يلي. انت ده ال receivables عندك كانوا 900 دفعوا لك 100 شو صاروا؟ 800. بس انا هلا رح احكي بمفهوم هو ال NRV. NRV NRV خلينا نكتبها بالانجلش هو النت ريلايزبل فاليو صافي القيمة القابلة للتحقق. هلا الديفرد جروس بروفيت هي مثل مجمع الاهتلاك والريسيفابلز هي مثل الاصول الثابتة. فانا هدول الريسيفابلز قديش هن؟ 800. طيب شو الرقم اللي لازم ما اخسره منهم؟ الحد الادنى اللي انا لازم حصله هو 800 ناقص الربح اللي هو 320. هيدا هو الحد الادنى اللي لازم حصله. اوكي؟ فانا انستولمنت ريسيفابل 800 بطرح منها الربح بصير 480. طيب ليه طرحت الربح؟ لاني انا عم قول حسب ال NRV انا بدي اعرضهم انا بدي ما اخسر بالعمليه. فانا اذا بحصل 800 بربح بحصل 700 بربح. بس انا شو هو الحد الادنى اللي لازم ما انزل تحته بالتحصيل؟ هو التكلفه. 800 ناقص 320 فبيطلع معي التكلفه. اوكي؟ The gross profit percentage for the period of sale continues to be applied. هلا in year 2 انزل معي كفي معي المثال. In year 2, the remaining 800 is received and the with 320 balance deferred gross profit is recognized. ليش؟ لأنه بيكونوا دفعوا لك كل الأقساط. طب افترض ما ال 800 ما اندفع لك منها إلا بس 400، شو صافي الربح اللي لازم تعترف فيه؟ 400
ضرب 40%، يعني لازم تعترف 106. بدي منكم لحظة تأمل هاي الصفحة. تسألني حول أي شيء بيخطر ببالك. في شي سؤال؟ حدا هيك يحط لي سهم شي محل او شي؟ حدا عنده سؤال؟ والله انه الصراحة والشهادة لله انه انتو طلاب يشهد لكم. انا شايف في جزء منيح عمل ريفرش اللي هو رنا وجلال. لا الطريقة اللي باقي اسمها deposit method. This method is used when cash is received, but the criteria for the sales haven't been met. يعني هون اجى واحد لعندك قال لك بدي منك هاي السلعة، وانا يعني انا بدي اشتري هاي السلعة بس ما اتفقنا على حقها. افترض انت بياع موبايلات، بيجي لعندك واحد قال لك بدي اشتري منك هذا الموبايل، قلت له طيب انا يعني ما بدي اتفاوض معك على السعر، انا بدي بيع كاش. قال لك اوكي شيل هاي نص حق الموبايل اتركهم عندك وبعدين بنتفق. هلا هو عمليا اشترى الموبايل هو ما اشترى. ليه؟ لانه انت ما اتفقت معه على السعر. طيب هو له مصاري عندك، له مصاري عندي. طيب بلحظة معينة بيجي بتفكس القصة وبيسحب مصرياته، فهدول المصاري كأنه وديعة. فلما بتصير هاي الحالة بتحط المصاري عندك بالخزنة، فبتعمل مدينة بقيمتهم وبتكتب deposit liability، وديعة انت ملتزم فيها لما بيجي بياخد المصاري، كأنه حط عندك مصاري بالتالي. شو عم يقول لك؟ This method is used when cash is received but the criteria for sales haven't been met. Thus, the seller continues to account for the property in the same way as an owner. لهيك البايع بيتعامل مع الموبايل اللي هو عنده كأنه مالكه لأنه هو ما باعه. No revenue or profit is recognized. طبعا لأنه عملية البيع ما تمت فما راح ينشأ عنا لا ربح ولا إيراد. Because it hasn't been earned. هلا اخر ما راح يتحرر اليوم انا عم بحكي هون هلا بعقود مقاولات، وكلياتنا بنعرف من ورا شغلنا انه نحن بنعترف بالمقاولات او بالايرادات بالمقاولات غالبا حسب نسب الانجاز. فهون رح يعطيني طريقتين، يا completed contract يعني ما يحاسبوك بالايرادات الا لتسلم المشروع، يا حسب نسب الانجاز اللي هي بنسميها percentage of completion. اول طريقة completed contract method. The completed contract method is used to account for long term project
when the percentage of completion method is inappropriate. عم يقول لك طريقة العقود الكاملة تستخدم للمشاريع طويلة الأجل، ولما لا يمكنني استخدام الـ percentage of completion. عم يقول لك it defers all contract cost، هي بتأجل كل تكاليف العقد وبتسجلها بحساب سمي لك يا inventory account، بتحمل كل التكاليف على حساب بنسميها construction in progress. كلياتنا بنعرف انه الـ construction هو بناء، اوكي؟ فالـ construction هو بناء، فعم يقول لك بناء قيد الإنجاز construction in progress until the project is completed. It record progress billings، يعني طبعا كل فترة بيبعتوا فاتورة للشخص اللي هو المستفيد من المشروع وبيسجلوا عليه قيد عكسي، قيد قيد عم سجل عليه طبعا بيحتوي على الإيرادات ونسميه هذا progress billing. هذا الحكي رقم واحد ما بيهمني لأني رح أخذ مثال شامل عليه هو الـ percentage of completion. لا تقرأ النظري مباشرة، نزيل على المثال. A contractor متعاقد is constructing an office complex for real estate developer. متعاقد اتفق انه يعمل بده يعمل مشروع لمطور عقاري real estate developer. طبعا كل اللي بيشتغلوا بالعقارات برا بسموهم real estate developer او بسميهم مطورين عقاريين. They agreed upon contract price. الـ contract price اتفقوا عليه راح يكون 75 مليون. as of the close of year 4 of the project, contractor has incurred 44 million of cost. صار مكلفه المشروع بنهاية السنة الرابعة 44 مليون تكاليف. By its best estimate as of the date, cost remaining to finish the project were 19 million. طيب هيدا المشروع مكلف 44 ولسه بده 19 ليكمل. طيب شو بتكون تكلفته معناتها؟ 44 و10 54 و9 63. طيب هو قد ايه رح يعطوني مصاري مقابل ادائي لهذا المشروع؟ رح يعطوني 75. فهو عبارة عن مشروع رح اقبض منه 75 ورح ادفع عليه 44 ورح ادفع عليه 19. فالمشروع هذا كله على بعضه متوقع اربح منه 12. طيب المشروع شو تكلفته مثل ما حكينا؟ أربعة وأربعين هي تكلفة دفعتها already cost incurred to date، وتسعتاعش تكلفة رح ادفعها لاحقا. فالتكلفة الإجمالية للمشروع قد ايه؟ 63. هلا إذا المشروع كله تكلفته 63 وأنت لهلا مكلفك 44، معناتها قدام أنجز، معناتها قدام أنجز 44 على 63 69.8%. طيب معناتها أنا بيستحق لإلي من أرباحي 69.8%. هذا الحكي رح نطبقه. أنا قد ايه بربح على 12 مليون ضرب 69.8%، شو بيطلع صرف الربح؟ gross profit earned today
8,376,000. طيب هلا minus gross profit recognized in prior period. طبعا هذا الرقم given، هو اعطاك اياه، لا تدور عليها انت عم تدرس بالبيت، هذا الرقم هو اعطاك اياه. عم يقول لك انه انت لهلا مستحق لك ارباح 8,376,000، وعلى فرض هذا الرقم 6,225,000 ما انت بدك تحسبه، وعلى فرض انك بالسنوات السابقه كنت قد اعترفت بارباح بمبلغ 6,225,000، فانت بحق لك هاي السنه تعترف بس بالفرق اللي هو 8,376,000 ناقص 6,225,000، فانا متاح لي اعترف بس بمليونين. طيب لو كان بالسنه الماضيه انا معترف، بالسنوات السابقه معترف ب 4,376,000، بيكون السنه انا بحق لي اعترف ب 4 مليون اضافي. خلينا نروح على مثال ثاني. هذا المثال رح يوضح لي كل القيود اللي ناقصة. A contractor agrees to build a bridge. متعاقد وافق انه يبني جسر that will take 3 years to complete، وبدها 3 سنين لتخلص. هذا الجسر بده 3 سنين ليخلص. The contract price 2 million and expected total cost 1.2. يعني انت مشروع رح يكلفك مليونين دولار، مشروع رح تقبض منه مليونين دولار، بس رح تدفع عليه 1,200,000، فانت صافي الربح اللي رح تدفعه اللي رح تقبضه 800,000. هلا cost incurred during each year، انت متوقع بالسنه الاولى تدفع 300 ويضل عليك 900، بالسنه الثانيه تدفع كمان 300 فبتكون دفعت 600 وبيكون باقي عليك 600، والسنه الثالثه بتوقع توفر فتدفع بس 550. By the end of year 1 25 percent of expected cost has been incurred. من جبتها؟ انت بالسنة الاولى رح تكلفك 300، التكلفة الكلية قد ايه؟ 1,200,000. من جبتها؟ طيب بالسنة الاولى قلت بدي تكلفني 300 ورح يضل علي تكاليف 900، فالتكلفة الاجمالية قد ايه؟ مجموعهم اللي هي 1,200,000. طيب 300 تقسيم 1,200,000 يعني 25% of expected cost has been incurred. Using percentage of completion, the contract will recognize 25% of revenue or gross profit that will be earned on the project. هذا الحكي رح نشوفه بالتفصيل هلا. The total gross profit is expected. شو هي؟ كل المليونين ناقص كل المليون و200,000، انا المشروع كله رح يربحني 800,000، بس بما اني مانجز منه 25% فبحق لي اعترف 25% من هاي الارباح. 25% ضرب 800,000 شو يعني 800,000؟ طيب القيود، شوف احنا عم نحكي على طريقتين، طريقة الـ completed contract وطريقة الـ percentage of completion. رح نكتب القيود حسب الطريقتين واي واحدة بتجينا ممكن. برأيي الـ percentage of completion هي الأهم. بس شوف هلا انا بالسنه الاولى شو تكلفت، شو دفعت تكاليف؟ انا بالسنه الاولى دفعت تكاليف 300,000، فهي 300,000 باخذها وبحملها على حساب بنسميه construction in progress، يعني بناء قيد الانشاء. طبعا وهي التكاليف كيف دفعها؟ دفعها كاش، مدينينك اياها، كيف ما بدك تسجلها. فبنكتب اول قيد اللي هو قيد التكاليف، ثاني قيد اللي هو قيد الربح. من هون شفنا انه 800 ضرب 25% بتطلع 200,000، فبرد بحمل ارباحي على شو؟ على construction in progress، وبفتح حساب جديد اسمه construction gross profit. هاي قيود للحفظ. شوف بال completed contract انا بس حملت المشروع بقيمة التكلفة، اما بال percentage of completion انا عم حمل المشروع بالتكلفة وبالربح اللي صار بستحق لي عنه. بال completed contract
انا ما حملت المشروع الا بس بالتكلفه، اما بالبرسنتج اوف كومبليشن عم حمل المشروع قيد الانجاز بالتكاليف اللي اندفعت عليه وبالارباح اللي استحقت لي لهلا. At the end of year 2, total cost incurred are 900,000. Given that 600,000 is expected to be incurred in the future, the total expected cost is 1,500,000. هلا بالسنة الثانية تغيرت الافتراضات، وشو كان قايل لك؟ بالسنة الأولى أنا مفترض رح أتكلف رح أدفع تكاليف 300,000، رح يضل علي 900، على افتراض شو؟ إنه التكلفة الإجمالية للمشروع رح تكون 1,200,000. بس بالسنة الثانية تغيرت الحكاية. السنة الثانية، السنة الأولى التزم فيها ومشي الحال، بالسنة الثانية دفع 300 فصار دافع 600 بس ما ضل باقي عليه 600، ضل باقي عليه 900 و600، 1,500,000. فالتكلفة الإجمالية صارت 1,500,000. خلينا نصيغ الحكي بطريقة أوضح. بالسنة الأولى دفع 300، بالسنة الثانية شو صار دافع؟ دفع 600 وكان دافع 300، شو صار دافع؟ صار دافع 900. قديه باقي عليه ليخلص المشروع؟ 600. شو التكلفة الإجمالية اللي بتكون صارت للمشروع؟ 900 زائد 600 1,500,000. فبالسنة الأولى دفع 300، بالسنة الثانية دفع فوق 300 600. الافتراضات السابقة شو كان بتقول؟ بدفع 300 و300 بس زيادة السنة اللي بعد. أوكي؟ فصار دافع 900. هلا قديه بده ليخلص المشروع؟ بده قصة 600، فصارت التكلفة الجديدة للمشروع مثل ما أنه واضح قدامك 1,500,000. لا تخربط، هي بس غير لك الافتراضات تبعت المشروع. And the estimate of gross profit، شو صار عنده؟ 1,000,000 ناقص 1,500,000. كان الربح الإجمالي للمشروع رح يكون 800، شو صار؟ صار 500. If the project is 60% completed، اللي هي من وين اجت؟ صار دافع من الإجمالي التكلفة اللي هي 1,500,000، صار دافع 900. فشو صارت نسبة الإنجاز؟ 60%. فشو صار بيطلع له من صافي الربح؟ صافي الربح الجديد هو 500. قد ايه بيطلع له منه؟ 500 ضرب 60% بيطلع له منه 300,000. بس بالسنة الماضية قد ايه معترف انا؟ معترف ب 200 هون. انا كل الربح اللي بيطلع لي من المشروع لهلا 300، والسنة الماضية معترف ب 200، معناتها شو بحق لي اعترف؟ ب 100 بس. هلا انا عن جديد شو دفعت تكاليف؟ دفعت 600، فشو بكتب قيد؟ 600 construction in progress و100 كمان بحملها على ال construction in progress. بال completed contract بس بحمل التكلفه اللي هي 600. هلا بنهايه المشروع طلعت معه اجمالي التكاليف 1,450,000، معناتها قد ايه دافع؟ كان 900، معناتها دافع بس 550. هي هون because total of 300,000 was recognized in year 1 and year 2 250,000 should be recognized in year 3. طيب شو بدي انا؟ عم اقول لك طلعت اجمالي التكلفه 1,450,000. طيب اجمالي الايرادات قد ايه رح يكون؟ 1,000,000. 1,000,000 ناقص 1,450,000، شو رح يصير صافي الربح؟ 550,000. انا قد ايه معترف سابقا؟ 300. انا قد ايه ضل صافي ربح؟ 250,000. فبنيجي بنكتب قيد construction in progress 550، نفس القيود السابقه، cash 550. طيب cash or accounts receivable. هلا بدي اقفل القيود، بدي اقبض المشروع، شو رح يعطوك؟ رح يعطوك cash 1,000,000. construction in progress اذا بتفتح حسابها بتلاقيها هي 1,750,000 مدينه، بقفلها بتصير دائنه 1,750,000. والجروس بروفيت اللي انت عندك اياها معترف ب 100 و200 سابقا، انت معترف ب 300 سابقا، ضل تعترف بكونستراكشن جروس بروفيت 250,000 ليره جديد. اما بالكومبليتد كونتراكت انت كنت متحملها اول مره 300 وثاني مره 600 وثالث مره 500، شو ضل؟
ثالث مرة 550. شو ضل تعمل؟ تكتب القيد الختامي انك قبضت مليونين، قفلت قيمة المشروع اللي هي 1,450,000، واعترفت بإيراداتك دفعة واحدة 550,000. لاحظ هون انا ما عم بعترف بالإيرادات الا لما بيخلص المشروع، اما بالبرسنتج اوف كومبليشن انا عم بعترف بالإيرادات بكل مرحلة من مراحل المشروع. مين عنده سؤال؟ جيد. هلا اخر نقطة باليونت 1، ارجوكم ان احنا الوقت معنا، اي سؤال يا جماعة قالوا لي لعيد شرحه. Ordinary brokers billing are made and payment are received during the term. هلا انت صحيح عم تحمل تكاليف على المشروع، بس على الطرف الثاني عم تسجل على الزلمه مصاري وتفتح حسابين مقابلين، واحد اسمه accounts receivable وواحد اسمه brokers billing. كل ما بتقبض منه كاش بتخفض المديونيه تبعته وبس. هلا لليوم طبعا هذا الحكي منه مهم كثير ابدا. لليوم انا بحب اختم ولكم يعطيكم العافية، ما بدي اتأخر اكتر من هيك عليكم. هلا بدي confirmation من الكل. رانا كيف كان درس اليوم؟ رانا ايوه تمام ماشي الحال. يا رنا في شي سؤال؟ سامعني؟ في شي سؤال؟ طيب انا لا كله تمام تقرون، والمحاضرة جاية اي سؤال جاوبكم عليه، اوكي رنا؟ تمام. مستر جلال كيف الاوضاع؟ يبدو انه المايك مع جلال اليوم شوي تعبان. ديالا كيف الاوضاع عندك؟ ميحا ولا ها؟ بالنسبة للجديد يعني كنت رجعت تدرسون وتسألوني المحاضرة الجاية. نعم ميحا. رح نترك شي 10 دقايق جاوب على الأسئلة، أوكي؟ طيب يلا ديالا. هداك يا جلال بخصوص المايك مو مثلي، يعطيك العافية. ماجد يا ماجد طبعا انا ما ممكن اليوم اطلب منك تدرس لانه عندك لعبة بايرن ميونخ. صحيح بالمناسبة شو بتشجعوا؟ فرق مجد بعرف، جلال شو؟ يسعد ربك يا جلال. هذا حكي. أنا ريال. مجد معروف بايرن ميونخ. رنا شو بتشجعي؟ ولا ما إلك بالطابة؟ حبيبي هنا. رنا شو بتشجعي؟ والله يا رنا شكلها أمورنا صعبة. يلا أنت ما إلك بالقصة يلا ها؟ طيب يلا الله يخليك ديالا، شكرا شكرا. طيب
يعطيكم العافية لليوم، وإن شاء الله بنشوف بعض الحصة الجاية اللي هي يوم السبت.